بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق. الاسم ديالي مصطفى المقدم، يعني كنسكن بحي مكسيكو بلازاري، سن 22 سنة. يعني أنا والأصدقاء ديالنا هنا في حي مكسيكو، يعني حي معروف بمدينة وجدة بلازاري، قررنا أننا نديروا هذه الجدارية هذه دعم المنتخب المغربي، يعني في هذا المحفل الدولي اللي هو كأس العالم، اللي يعني ماشي سهل باش، لأن شرف كبير وماشي سهل أنك تشارك في محفل بحال هذا اللي هو كأس العالم. اتفقنا أنا والأصدقاء ديالي وساهمنا يعني المال ديالنا الخاص ودرنا كلها ودار على من قدنا والأبناء الحي ديالي، اللي عاون بيدو اللي ما عندوش، اللي دار المهم كوتيزاسيون بفلوس، ودرنا هذه الجدارية هذه في الحيط دعم المنتخب المغربي إن شاء الله، اللي كنتمناه يوصل لنقطة بعيدة في المونديال ديال 86. فكما كتشوفوا في الجدارية كاين لاعبين زياش واللاعب حكيمي ورسالتين باللغه الانجليزيه. يعني كيفاش جات الفكره ديال الحي؟ ان الحي ديالنا اولا مسمى بحي مكسيكو، تيمونا بمونديال 86 اللي كان في المكسيك، اللي استطاع المنتخب الوطني يوصل للدور الثاني به. فيعني كيفاش جات التسميه؟ انه كان واحد المقهى في الحي كيقولوا له مقهى مكسيكو، اللي كانوا يجمعوا الناس من جميع انحاء وجده باش يتفرجوا فيه مباريات تاع المنتخب الوطني، ومر ما تصدق القهوه الحي يعني بقى على هذا الاسم هذا اللي هو الحي ديال مكسيكو. يعني كاين واحد الربط صله بين الماضي والحاضر وبين هذا الحي والمنتخب الوطني. داك جاتنا هذه الفكره هذه باش نديروا هذه الجداريه هذه انا والاصدقاء ديالي يعني هنايا في الحي. فكان كاين تما واحد من بعد الصوره ديال اللاعبين كاين واحد الرساله ديال 2022 ذا نيرهود، يعني نيرهود اختصار لكلمه نيبرهود اللي هو الحي. نيرهود بيكون فيمس، يعني الحي في 1986 اصبح مشهور، ويعني في 2022 وي غانا ريبيتيت، يعني في 2022 ان شاء الله غادي نعاودوها، يعني ربطنا الماضي بالحاضر ان شاء الله من اجل التكرار، وتكون ان شاء الله هذه الجداريه فائق الخير على المنتخب، يعني تكرار انجاز 86 ان شاء الله الذهاب ابعد نقطه في مونديال مكسيكو. وكما نقولوا دابا حنايا كما نقولوا درنا هذا المجهود، استغرقنا شي اسبوع في الرسم ديالها، يعني بادوات جد بسيطه انا والاصدقاء ديالي، وما عندناش كما نقولوا شي خبره كبيره في ميدان الرسم، ولا استعنا يعني بشي واحد كيرسم على الحيط ولا، من غير واحد الصديقه ديالنا هي اللي تكلفتها، رسمتنا يعني غير الصوره من الهاتف على الورق، وحنا قمنا بالنقل ديالها للحيط باستعمال يدوي 100%. وكنتمناو ان شاء الله هذه الصوره هذه توصل للاعبين حكيمي وزياش، يعني حنا كما نقولوا درنا اللي علينا، وكنتمناو توصل لهم هذه الصوره هذه باش يتشجعوا ان شاء الله ويشرفوا الكره الوطنيه ويفرحوا الشعب يعني اللي مقهور في هذه الوقيته هذه بالضبط. اللاعب حكيمي كما نقولوا كنعرفوا فهو يمارس احد يعني اعلى المستويات كره القدم العالميه، وزله هو لاعب زد على ذلك هو لاعب محبوب لحقاش، يعني كما نقولوا واحد اللاعب اللي كما نقولوا حنا كنقولوا بالدارجه ديالنا ود الناس، واحد اللاعب يعني اللي متواضع بزاف ومحبوب لدى الجماهير كامله بداك التواضع ديالو. يعني وبزياده على ذلك اللاعب حكيم زياش اللي محبوب جدا للجماهير المغربيه، انه فضل المنتخب الهولندي على المنتخب المغربي، يعني وزيد على ذلك المستويات اللي كيقدمهم في الدوري الانجليزي مع فريق تشيلسي. ويعني كنتمنوا ان شاء الله هذه الصوره تكون تشجيع ديالهم باش يبذلوا مجهود اكبر في المونديال ان شاء الله، وكنتمنوا كما قلت الصوره توصل لهم، يعني هنايا درنا هذا الشيء وان شاء الله الهدف ديالنا هو الصوره هاد اللاعبين توصل ان شاء الله، يعني باش ما باش يشوفوها ويتشجع. في 86 كان المقهى ديال مكسيكو هنا في الحي اللي كانوا يتفرجوا فيها يعني كاع الناس يعني من عده مناطق في وجده، وعده مواطنين كانوا يجيو هنا، عده سكان مدينه وجده كانوا يجيو هنا يعني، وكانوا يحضروا في هذه المباريات، كانوا يتفرجوهم هنايا في المقهى، ومر ما تبلع المقهى يعني بسبب امنيه وكذا، الحي بقى في هذا الاسم ديالو مكسيكو، يعني وجا جيل مور جيل كما نقولوا وصلنا حنا لهذا الجيل هذا اللي كنبغيو نعطيو واحد الصوره زينه، وكنخويو ديك الطاقه ديالنا في مبادرات في لونطريمون، يعني كما نقولوا عندنا الدراري حي الامن والامان، واخا كاع السكان ديالو كما نقولوا شباب وكذا، وراك عارف يعني الاحياء اللي كيكونوا فيهم الشباب بزاف كيكونوا ريسك، بصح هذا الحي يعني واحد العيل اللي مغاير لجميع الاحياء. وما تنساوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.